بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كنت أناقش أحد الإخوان من الدول العربية الوافدة، يعني وافد في هذه البلاد، وكنت أكلمه عن التوحيد وعقيدة الشرك، وأن فبخلاصة يعني بخلاصة الكلام قال: يا أخي، أننا في البلاد هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا، يقول آبائي وأجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات، وما هو معلوم لديكم في الدول بعض الدول، فأرجو أن توجه مثلا لطلبة العلم. هو غير معلوم لدي، بين لي الآن عشان أخوان يسمعون ما هو الموجود في الدول هذه المذكورة. يعني مثلا زيارة القباب والطواف حولها والنذور وتقديم القربان إلى تلك الأماكن والاستغاثة والاستعانة إلى آخره، والتوكل على تلك المشايخ وما يسمون بالصوفية وتفاصيل المعلوم في بابه، يعني خلاصة دعاء غير الله. فيقول أخ: نعم، والتقدم ببعض العبادات التي هي معروف منها الاستعانة والتوكل. نعم. فكنت أناقشه في هذا، فقال: يا أخي، ما سمعنا بهذا إلا لما وصلت إلى هذه البلاد وأنا أدرس، وهو صادق في ذلك، فما السبيل؟ حتى سألني سؤاله، وأنا الذي وجه الآن هو السؤال نفسه، يقول: طيب، الآن أبي وجدي على تلك العقيدة. قلت: ابدأ أنت معهم بعد أن تخرج نفسك وأسرتك إن شاء الله، وتجعل وقاية لهم أيضا إذا وصلت هناك. فأرجو أن توجه كلمة مثلا لطلبة العلم وللمدرسين أن يحتكوا بأولئك المدرسين ويجتهدوا في هذا الباب. أقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد إن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، ولم يعرفوا تلك البدع المكفرة ومدى المكفرة إلا حيث اختلطوا بالناس ذهابا إليهم، أو اختلط الناس بهم إيابا إليهم. ولهذا كان من الواجب علينا نحن هنا أن نبين للناس عقيدة التوحيد، وأن نحثهم عليها، وأن نقول لهم إن من مات مشركا فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبين أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات فإنه كافر كفرا أكبر، مشركا شركا أكبر، إن مات على هذه العقيدة فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم. والواجب على طلبة العلم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق في هذه الأمور أن يبينوا الحق لإخوانهم في البلاد الأخرى، لأن الله سائلهم عن ذلك. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب أن يبينوا للناس وأن ينقذوهم من الشرك، ولا يضرهم إذا عيروا في أول الدعوة أو سبوا أو قيل أنتم كذا أنتم كذا. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عير وقيل له: أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذاب، وأخرج من بلده، وأوذي في سبيل الله، وألقي السلا عليه سلا الناقة وهو ساجن تحت الكعبة، وأدميت عقبه، ومع ذلك كان صابرا محتسبا يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمانة وتبليغ الرسالة. فنقول لإخواننا: بلغوا إخوانه، بلغوا هؤلاء لا يموتون على الكفر والشرك، وإن أوذيتم وإن أخرجتم من دياركم وإن عيرتم وإن كتب السب لكم على الجدر وفي المنصقات وفي غيرها احتسبوا الأجر، فأنتم مجاهدون.